واحد ضابط كان مدير للدراسه في ارموايا. كان عندنا حنا قبان، المهم انه ملي مشى لديك الجلاس وداك الشيء ولا طاقة ولا كوماندو. كنسمعوا في هذاك الهوبارو في هذاك المكبر الصوت كيقول عرفتوني انا لو كوماندو وايا. بدات طلائع من اللواء الخفيف للامن. بدات بمحاصره القيادة، وعرفنا بان هنالك وحدات اخرى تتدخل لمواجهتنا. حنا دابا سنة 1969، دازت 6 سنين على حرب الرمال اللي سالت بترقيات واسعة في صفوف الجيش بعد الشجاعة والبطولات اللي بينوا عليها الضباط والجنود وضباط الصف المغاربة في ديك الحرب، وخصوصا ملحمة حاسي البيضة. في ارموم وشملات هاد الترقيات عدد محدود من الضباط، واللي اقل حظ منهم تأخرات الترقية ديالهم بحال مدير الدراسات في ارمومو واللي كان احد قادة المشاة في حرب الرمال، النقيب محمد عبد القادر وايا. القبطان عبد القادر وايا هو من مواليد 1935 بالشمال المغربي ضواحي مدينة العريش، خريج اكاديمية طليطلة للمشاة جنوب مدريد، احد الضباط المغاربة اللي كانوا بالجيش الاسباني انخرط في القوات المسلحة الملكية. سنة 1956 دوز عدة اختبارات أهلاته باش يكون مدير الدراسات بملحقة صفرو، ثم انتقل إلى مدرسة أرمومو في بداية السبعينات. خدم تحت إمرة الكولونيل البوزيدي قبل ما يجي ليها المدير الجديد آنذاك ليوتنان كولونيل محمد عبابو. من نهار سلم القبطان ويا المهام ديالو كمدير الدراسات بأرمومو كان محط إعجاب التلاميذ والمرؤوسين ديالو، كان ضابطا محترما ومتدينا ونزيها لا يهاب عبابه كباقي الضباط. لكن في أواخر سنة 1970 غيجي انتقال مفاجئ للنقيب ويا، توحد ما غيعرف فين مشى. ما كان معروفا هو أنه انتقل إلى تكنة بن سليمان. يوليوز 1971، الروينة في قصر الصخيرات، هاهما الجنود ديال مدرسة ارمومو بعد ما قربلوها في القصر ركبوا الشاحنات. عبابو كيصيح بأعلى صوت ومباركي ومباركي. ركبوا التلاميذ بالزربة وشدوا الطريق، الطريق المجهول، تواحد ما كان عارف فين غادة هاد القافلة إلا قائدهم نابليون المجنون اللي كان كيتقدم القافلة ديالهم بالسيارة ديالو الخاصة سيتروين ديس. تناءت السخيرات وراءنا وبدا لي أني أحلم، لأن كل شيء كان هادئا المارة غير آبهين ينظرون إلى القافلة كما لو أن شيئا لم يحدث. أحسست أني أغفو إلى أن توقفت القافلة، فأمر عبابو القبطان الشلاط بإرسال كوموندو لتدمير محطات البث التلفزيونية. هكذا بدأت الروينة الثانية، وهاد المرة في العاصمة، وبدأ عبابو في احتلال الداخلية ومقر القيادة العامة للجيش. تملك الفزع وأفراد الجيش الموجودين داخل مقر القيادة العامة بسبب هذا الدخول المسرحي المثير لمحمد عبابو وخلفه عصابته بنظرات أعضائها الغاضبة والسحنة الحازمة والمعادية. هلهم منظر عقل عملاق بأنفه المعقوف مثل عقاب، وقد حمل رشاش 52-88 والذي كان يصل حزام رصاصه إلى الأرض، وبعد الاستيلاء على مخزن العتاد أصبحت الأمور
تحت سيطرتنا. هكذا أحكم عباب القبضة ديالو على المراكز الحيوية بالرباط، وخصوصا مقر القيادة العامة للجيش بعد اجتماع المكتب الثالث واللي كان فيه عبابه وخوه والشلواطي والمالطي وضباط آخرين، واحتل عبابه بعدها مقر الإذاعة والتلفزة والداخلية. في الصخيرات في هذا الوقت كانت الأمور كتاخذ منحى آخر. استرجع الملك زمام الأمور وأمر الجنرال البشير البوهالي بالقضاء على هذه المحاولة الإنقلابية والقضاء على المتمردين. غيمشي الجنرال البشير البوهالي لتكنت بن سليمان وغيجيب معاه وحدة لمقر القيادة ديال الجيش بالعاصمة الرباط. فاش بدا عبابه باحتلال الإذاعة والداخلية ومقر القيادة العامة، بدات كتبان وحدات اللواء الخفيف للأمن بالاس كترابط على طول الشارع كتراقب الوضع من بعيد، الشي اللي خلى عبابه يسول الشرواطي فينا هو الأساري. هاد الأساري هو اللي كان قائد ديال اللواء الخفيف للأمن. فاش ناضت الروينة في الصخيرات كان ضمن الحاضرين، ومن اللعلة على الرصاص هرب رفقة أمقران. تاجى أمقران للقنيطرة وغبر من بعدها ليوطنو كولونيل أساري. بعد احتلال الإذاعة كان كيبان مرة مرة من بعيد، لدرجة أن الرئيس قال عليه بعد فراره من الصخيرات رفقة أمقران. وبعد احتلال مقر القيادة العامة للجيش كان الأساري حاضرا في كل مكان، وبالرغم من أنه كان حاضر ما شافوا لعبابه للشلواطي، كان بحال الشبع كيراقب من بعيد، ولو شافوا عبابه كان غيورطوا معاه. في هذا الانقلاب غتجي لحظة الحسم، المواجهة بين البشير البوهالي ومحمد عبابه. كيقول محمد الرئيس ذهب محمد عبابه للقاء الجنرال البوهالي يرافقه في ذلك العملاق عقا والضابطان عاشور وعماروش والقوري ومزيرق وشقيقاه ليوطنو كولونيل محمد والسارجان شاف عبابه عبد العزيز. دخل الجنرال البوهالي لحرم القيادة العامة يرافقه بالمجدوب وليوطنو كولونيل الأساري والكوماندان ويا عبد القادر قائد وحدات. تدخل سريع ببن سليمان والكولونيل شجاع وضباط آخرين. من بعد مدة من غيابه على الأنظار هو بان ويا عبد القادر ترقى لرتبة كوماندان في بن سليمان، وكان تحت إمارة قائده ليوطنو كولونيل أساري. غيأمر البوهالي ليوطنو كولونيل أساري والكوماندان ويا توجه إلى الإذاعة والتلفزة لقمع الإنقلابيين وإخراجهم من هناك واعتقالهم في تكنات الوحدات المدرعة لقواته، واحتفظ بالآخرين لمواجهة أحد أعدائه اللدودين. وغيمشي ويا والأساري لتنفيذ الأوامر. في هذا الوقت في القيادة العامة وقعت المواجهة بين البشير البوهالي وليوطنو كولونيل عبابه. انتهت الأحداث بقتل الرجلين وانفض الجمع. في الإذاعة كان تلاميذ مدرسة أهر مومو بدا كيتملكهم الخوف بعد ما سالات لهم التخيرة، وبعد ما وحدات مدرعة بدات كتطوق المكان. أما في مقر القيادة العامة انفض الجمع بعد موت عبابه، وهرب التلاميذ والضباط في كل حدب وصوب. في مبنى الإذاعة اتخذت الأوضاع مجرى آخر، ويمكن القول أن الوضع كان قاسيا، شهد عدة ممارسات عنيفة في حق تلاميذ ضباط الصف. وقد طلب الكوماندان ويا من رئيسه المباشر ليوطنو كولونيل أساري تركه يقود العملية شخصيا بدون حوادث، ودليله في ذلك أنه يجيد الحديث إلى الإنقلابيين المختبئين من أجل إقناعهم بالخروج دون اشتباك. فبدأ حديثه على مكبر الصوت: اسمعوني جيدا، أنا الكوماندان ويا عبد القادر، كلكم تعرفونني لأنني كنت إلى حدود السنة الماضية مديركم في التدريب، أريد الآن تحدث إلى الضباط. خرج الضباط وضباط الصف واستسلموا ووضعوا أسلحتهم دون مقاومة. تدخل الأساري وطلب من الضباط إصدار أوامرهم إلى مرؤوسهم ليسلموا أنفسهم، وهو ما تم على الفور. الأصدقاء لما فشل الانقلاب بقي جل التلاميذ
متفرقين سواء في القيادة العليا أو في الإذاعة والتلفزة أو في الداخلية أو يعني هذه الأماكن تتواجد بقرب بعضها البعض. ضابطان هما عبد العالي الصفريوي الملازم عبد العالي الصفريوي والملازم محمد منصت. لما جاء مقدم رائد رتبة كوموندو اسمه وايا هذا ضابط كان مدير للدراسة في هرمومو. إذا التلاميذ كلهم يعرفونه. وكان حديث التنقل من هرمومو إلى اللواء الخفيف للأمن الذي شارك في عملية القضاء على الانقلاب. جاء الكوموندو وايا على رأس واحدة وكان له مكبر الصوت فكان ينادي على الطلبة والتلاميذ بوضع أسلحته وقال باب غرر بكم. الطلبة انساقوا لهذا الأمر. لماذا؟ لأن وايا كان معروفا كانوا يحبونه كان رجلا متدينا وطيبا طيب دمث الأخلاق طبعا رجل. وايا طبعا كان يريد أن يقلل من الخسائر. أنتوا كان معكم في الوقت بالضبط كانت لانطاح وفي الوقت اللي عناصر البياليس بقيادة وايا كتخرج المعتقلين غتبدأ المدرعات بإطلاق النار من رشاشات 12.7 دون تمييز. مات العديد من تلاميذ هرمومو ومن عناصر اللواء الخفيف للأمن. يقول محمد الرئيس كانت رشاشات 12.7 تطلق نيرانها وكأنها تنينات غاضبة وكانت أضواؤها وسط الليل تزرع الرعب. واعتقد أفراد البلس أن النار تأتي من جهة القواعد الخلفية للطلبة الضباط فردوا بعنف وكانت الفوضى عارمة. بعد ما سال الانقلاب تم اعتقال التلاميذ والضباط ديال مدرسة هرمومو واقتيدوا إلى تكنة اللواء الخفيف للأمن وتكنة مولاي إسماعيل. بعد يومين غيج الجنرال دريس بن عمار إلى تكنة اللواء الخفيف للأمن مع الأساري وويا. وكان الغرض من الزيارة هو أن الجنرال كان كيقلب على واحد تلميذ أسمر صرفقه وطلع ليه في ظهره. فاش ناض الانقلاب في الصخيرات في 10 يوليوز 1971. L'Algérie toute proche, équipée par les soviétiques, fournit le front polisario en armes et en matériel. Elle convoite également, disent les marocains, ce territoire dont le sous-sol est particulièrement riche en minerais. بعد محاولة انقلاب الصخيرات الفاشلة غيخبر الكوموندو وايا على الأحداث وغيبقى في وحدات اللواء الخفيف للأمن إلى حين. سنة 1976 القوات المسلحة الملكية في مواجهة أخرى مع الجزائر وهذه المرة الجزائر خلقات ميليشيات أو بالأحرى عصابات مرتزقة بغات من خلالها زعزعة الاستقرار بالصحراء والمرور إلى المحيط الحلم. كان على القيادة العامة آنذاك مواجهة هذا التحدي وحماية المساحات الشاسعة من الصحراء والرد على هجومات البوليزاريو. بدأت القيادة العامة بتأسيس ما سمي بالوحدات وهي فرق عسكري مسلح بشكل يلائم ظروف الحرب في الصحراء. في سنة 1976 بتفاريتي ضواحي السمارة غتكون أحد أقوى الفيارق وأشهرها في التاريخ العسكري المغربي وهو السيزيام ريم واللي تكون من الفيلقين 23 و24. الكل يعرف سيزيام ريم والقائد ديالو المشهور الغجدامي ولكن الأغلبية ما كيعرفوش أن أول قائد لهاد الفيلق هو ليوتنو كولونيل عبد القادر وايا. ها هو مرة أخرى كيظهر مرة تانية في الصحراء المقدم وايا قائد أقوى وحدة لواء السادس للمشاة المحمول أو سيزيام ريم. حارب البوليزاريو لمدة قليلة وبين على بطولات لكن هاد المرة من بعد العديد من الأحداث غيخبر وايا مرة أخرى وهاد المرة بشكل نهائي. بعد ما دوز مدة قليلة في سيزيام ريم غيتحيد وغيولي بلاصته قائد آخر. اختلفت العديد من الأقاويل حول هاد الضابط وايا واللي كان معروف بالنزاهة ديالو كيقول عليه المحجوب الطوبجي. شاهدنا رؤساء فرق عسكرية مثل الكولونيل وايا يبيعون الشفنجات لجنودهم أو مضاعفة ثمن المشروبات الغازية التي تسوق لتكناتهم وفي المقابل فقد عرفوا بعدم كفاءتهم على المستوى العسكري. هكذا قال محجوب الطوبجي
على عبد القادر واية، وهكذا اختفى. وهكذا ظلت حقيقة هذا الضابط غامضة بين النزاهة والفساد. انطفى نجم واية في الصحراء المغربية في الوقت اللي لمعت أسماء أخرى من بعده، خصوصا في السيزيام ريم. فما هي حقيقة الكولونيل واية، وأين اختفى الكولونيل واية؟ لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. هذا ضابط كان مدير للدراسة في أهرام واية، كان الدحل قطان. المهم أنه ملي مشى لديك الجلاس وداك الشيء، ولا تلقى ولا كوماندو، كنسمعوا في هذاك الهوبارو في ذاك المكبر الصوت كيقول عرفتوني أنا الكوماندو واية. بدأت طلائع من اللواء الخفيف للأمن، بدأت بمحاصرة القيادة، وعرفنا بأن هنالك وحدات أخرى تتدخل لمواجهتنا.